جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ودولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، حيث أعرب جلالته عن خالص تهانيه لدولة السيد بوريس جونسون على فوزه في انتخابات رئاسة وزراء المملكة المتحدة وأطيب أمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء جميع مهامه ومسؤولياته. وأكد جلالة الملك المفدى اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة والممتدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما ترتكز عليه من قواعد صلبة من العمل المشترك والاحترام المتبادل. وأثنى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على ما تقوم به المملكة المتحدة الصديقة من جهود دؤوبة وما لها من أدوار مهمة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين وتطلعها الدائم إلى الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها من المجالات، والعمل مع المملكة المتحدة والتنسيق والتشاور المستمر إزاء كافة القضايا ومواجهة مختلف التهديدات التي تواجه المجتمع الدولي. من جانبه عبر دولة السيد بوريس جونسون عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى حفظه الله، مؤكدا حرص المملكة المتحدة على تعزيز علاقات الصداقة المتميزة مع مملكة البحرين، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين في تعزيز استقرار المنطقة ودولها وشعوبها، متمنيا لشعب مملكة البحرين كل التقدم والازدهار.